من اللي بتفقد ولا احمد تفقد اذا طلع من قالوا الله يحفظك محمد طلع عمر طلع انا تقول لي 25 ابى اقول لك لا انا بتكلم يا طول عمر السلامه انا لا طلعت ابفقد نفسي انا بينكم الله لا ما تفقد نفسك تلقى. والله لا انا بفقد نفسي بينكم ان شاء الله انها الفرصه اللي جمعتنا جميع انا انسان ترى مزاجي شوي ولا توقعت اني بتاقلم ذا السرعه والله شفناك قلنا نفسيه والله العظيم صدق قال انا انسان مزاجي واتوقعت اني بتاقلم ذا السرعه والفضل عائد لله سبحانه وتعالى ثم لكم لكن الشخص اللي بفقده انا محمد الشهراني الله محمد الشهراني هو اللي الله يستاهل والله بنفقده كله والله انا بنفقده وعبد المجيد الذياب اكو عبد المجيد اللي بعد يفقدني ولك بعد انت سلطان يفقد كل عام صح جد صح ابو شهري شهري ولا سنوي عرفناها غير الأمانة هم ثلاثه نفس ما قال احمد عدى مرحله الاخوان وصل مرحله الاحباب وفعلا انا نشوف انه حتى لو طلعت برا البرنامج راح اعاني فتره لين اتعود على غيابهم في حياتي اخوي احمد فراج واخوي عادل بن هيف واخوي سلطان العلزي الله يسلمك الامانه حتى بعد طلوعي من برنامج انا راح اعاني في حاجات كثير ما تفاقدهم بيعودوا يا رجال هذول يحسنوا وانت حصان حبيبي الله يطعني عنكم جميعا الجنت المال حق الجنت الماس بابا سنحتو باشا ابو لافي بتفلفس فلفسه شوي فلفس عجزه ما فلفس فلفس زينه قولوا واصل انت اقول ابوك اسم ابوي هل بس انت انا امثل قلبي كشجره نياله وانتم اقصانها الخضراء الله تفضل مقداد وانتم اقصانها الخضراء فان مقداركم عندي واحد لكن محمد الشهراني غصنه زايد نورقه الله الله جميل قدركم واحد ايه 5-1 الفيلسوف العظيم عادل بن هيف تفضل انا بس قبل اقول الثلاثه بس عندي كلمه بسيطه هم ثلاثه عرفنا عددهم الحين قبل اقول اسماء الثانيه عندي كلمه بسيطه رسالتي للخمسه واللي يمكن انا اكون واحد منهم نعم يمكن اليوم اظهر منهم رسالتي للخمسه ترى هذه مش النهايه هذه البدايه صحيح حط لك خطه عمل طويله المدى حط لك خطه عمل طويله المدى في منصات التواصل الاجتماعي انت اذا اليوم طلعت من المكان هذا ترى لك ناس يحترونك برا صح مالك اخوان هنا راح تقابلهم بعد 3 شهور لك اخوان واخوات ينتظرونك برا يحبون جديدك حط لك خطه عمل حط لك خطه ظهور طور من قدراتك طور من موهبتك لا توقف بالعكس ترى هي البدايه نعم لا تتحطم بالعكس احنا ترى كل يومنا ما بدينا متى راح نبدا اذا طلعنا من القريه راح نبدا ان شاء الله هذا وراك هذه بس رسالتي للخمسه اللي بيطلعون اللي يمكن اكون انا من ضمنهم او اللي بيطلعون فيما بعد اما الثلاثة صراحة انتم كلكم غاليين جدا يعني هذا ما في يشهد الله ما دخلنا الشك ايه لكن يعني فهد المطيري صراحة انا ما ودي انها لو يقولون اظهر يعادل ولا يظهر فهد والله اني لا طلعت الله يستاهل وطبعا ابو هذال ابو حزام اخواني الكبار اللي يقدرهم جدا معشر الشعراء احتموا مع بعض اشوف احتمام معنا انت لا والله كلكم غاليين جدا كلكم ما عليك زود طلع طويل اول شيء حاب اقول احنا ما تعرفنا الا كلنا ننفع بعض ويد واحدة وأي واحد منا يطلع مثل ما قال عادل هذه يعتبرها بداية نجاح نعم يواصل مسير بالعكس هذا شيء أنت بدأ فيه بعد بس عشان الصلاة من اللي بتفقدهم من إيش من اللي بتفقدهم إذا طلع دندب المسير هذا المطيري شوف قالك أنت جحدتها ولا سلطان العنزي يا حبيبي إن شاء الله ما تفقد يا روح سلطان من تفقد إذا طلع مشكلة انت حدثني على قصاي لا تقولي 5 ترى لا كلهم قريبين مني وانتم عارفين شخصيتي طيب. تحت البث نفس الشيء انا طيب والله في 2 ولا قصورهم فيكم كلكم اكيد اعرف انكم كلكم اقوياء بس ذيلا يعني قريبين مني واشوفهم اخواني الصغار جد طيب قريبين بالحجم عرفتوهم انتم قريبين بالحجم جي ذيابي الحجم نفس الحجم فهد شهري وسام الله الاثنين ذيلا ليش والله مو بقصورهم فيكم يا رجال والله العظيم الاثنين ذيلا دائما معي قريبين مني يعني اذا طلبت شيء روح يجيب لي اياه روح هذا يجيب لي اياه عساك دقيقه يا بخيت دقيقه انت تعال تهجيت على السؤال ارجع ارجع السؤال قلت لي يا بين حال ايه ما تدق 26 تنتظر واحد منهم ما تروح كيف 26 واحد تنتظر واحد منهم كيف تنتظر واحد انت لا تقول لي 25 كلهم غاليين انت اكيد يا بخيت في 2 ولا 3 هذولي يعني بتفقدهم اذا راح انت بتفقد اي واحد يطلع بس انا بتفقدهم بس عرفنا اسماء بدون مجامله يا اخوي قل بدون مجامله عبد المجيد
يا كثر جمهورك يا عبد المجيد.